ماهيندرا كيو في 101 من السيارات الكثيرة التي تصنعها شركة ماهيندرا الهندية الرائدة في صناعة السيارات متعددة الاستعمالات، والتي تقدم لزبائنها خلاصة تجربة السنين الممتدة إلى أوساط القرن الماضي في صناعة السيارات العائلية بأسعار اقتصادية. كيو في 100 هي سيارة كروس أوفر صغيرة الحجم تتمتع بإطلالة خفيفة الظل بأبعاد متناسقة بشكل واضح، وتأتي بمحركين. الأول يعمل بالبنزين سعة 1.2 لتر يولد قوة 82 حصان و 118 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو جير أوتوماتيكي حسب الطلب. والمحرك الثاني يعمل بالديزل سعة 1.2 لتر يولد قوة 77 حصان، متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات. أما مواصفات وأمان السيارة فكل الشروط المذكورة في دفتر الشروط تتوفر في هذه السيارة بما يؤهلها أن تسوق في الجزائر. أما أهم نقطة في هذه السيارة وهي توفر أحسن قيمة مقابل السعر، وفي وقت اللي نشرنا هذا الفيديو راهم دايرين تخفيض على هذه السيارة في الدول المجاورة، ليبدأ سعر ماهيندرا كيو في 100 من 133 مليون سنتيم بالدينار الجزائري مع احتساب كامل الرسوم، واللي يبغى يتأكد من السعر ستجدون المصدر في صندوق الوصف.